بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، التعامل مع الفتن بصفة عامة من أصعب صور التعامل، والإنسان بحاجة لأن يدعو ربه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان بحاجة لأن يلهج قلبه قبل لسانه بالدعاء، ويحرص على طاعة الله وما يتقي الله يجعل له فرقانا، حتى يميز بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين المصلحة والمفسدة. بحاجة لنور يضيء له الطريق، ولا سبيل لذلك إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تستخير الله تبارك وتعالى هذا مطلوب ومشروع، وحتى لو الاستخارة نجمت عن أمر يعني قد تتكرره النفوس، عليك أن ترضى. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن العبد لا يستخير الله فيخار له فيظل يتسخط، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له، لو نظر في عواقب أمره لوجد أن الاستخارة كلها خير، حتى ولو تمخضت عن شيء تتكرر النفس. أنت كنت تنشو التجارة، فشلت التجارة، قد تتسخط وقد تتشكك في الاستخارة، وكأن الإنسان إذا ما دخل في صلاة الاستخارة لابد أن يربح المليارات لا الملايين حتى تكون الاستخارة لها قيمة. لا، ده هذا هوى، شغل هوى، شغل هوى. فكان ابن عمر فقيه يقول: إن العبد لا يستخير الله فيخار الله فيظل يتسخط، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له. إنسان بحاجة لبصيرة، وخصوصا في آونة الغربة تستحكم المعالم، قل من يعين على طاعة الله، قد تتبدل المفاهيم وبالتالي تغمض المسائل على الإنسان. فبحاجة لأن يرجع للكتاب والسنة، يرجع لأهل العلم الثقات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد تستحكم المسألة حتى على الأفاضل، يعني يوم الجمل الزبير ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورغم ذلك يقول: ما رأيت شيئا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلى هذا الموقف، إلى هذا الموقف. انظر الموطن هذا الذي وقف وكأن غمضت فيه المسائل، غمضت فيه المسائل. ما رأيت شيخا أضيع، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرة بالجنة، في صحبته لرسول الله وقربته من النبي صلى الله عليه وسلم، نسب الشريف ونحو ذلك، ويقول: ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إن وأنا أعرف موضع قدمي إلا هذا الموقف. وحكى الزهري ما هو فتن قد تثور بين المسلمين، مثلا حكى الزهري وقال: ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فقدوا أن كل دم أو مال أهدر بتأويل القرآن أو سلب تأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجهل. وقالوا: إذا ثارت الفتنة عاجز الحكماء عن حسمها،
عجز الحق، وخصوصا في أوقاتها الأولى وأنت تتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه سمة الحياة، لو نظرت بصفة عامة تجد أن الحياة كتلة ابتلاء، كتلة ابتلاء، كتلة امتحان واختبار، فتنها خيرها فتنة وشرها فتنة، وأنت تسأل ربك تبارك وتعالى السلامة. ولذلك لابد أن تظهر فقرك وحجزك وضعفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قد تتكره النفوس أمرا ينجم عن التزام، عن طاعة، عن استقامة. الواجب على الإنسان أن يتذكر، أن يعود لكتاب ربي ولسنة نبيه حتى يستبصر بمواضع الأقدام، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجريد الحدث تعبير مصطلح مهم جدا، إذا وخصوصا في اللحظات الأولى، لحظات الطيش ولحظات الانفعال ولحظات كذا وكذا وحماسة متأججة، النفس بحاجة لنوع من الركزان، نوع يعني بمعنى تستجمع حتى أفكارك كما يقولون، وإلا فانظر للصدمة لما تحدث. العقل يطيش، العقل يطيش، ما تستطيع أن حتى تجمع كلمتين، أن تحسب مسألة، أن تحسب مسألة. ولذلك بندعو ربنا تبارك وتعالى أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة، ونظرنا عبرة، وإلا في الفتنة قد تموت كموج البحر فتن تجعل الحليم حيرانا. انظر حتى الحليم يصير حيرانا فيها، وكما ذكرنا مشهد الزبير دال على ذلك، وما قاله الزهري وغيره من علماء الأمة وقت الفتنة. ولذلك كما ذكرنا أن تتعلق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر، هذا مطلوب دوما، مطلوب دوما. وتجريد الحدث، تجريد الأمر بمعنى تصوره على حقيقته ورده للنصوص الشرعية، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب والمشروع. وكما ذكرنا تغمض المسألة، الإنسان بيستخير لدى الإنسان، بيرجع لأهل العلم الثقات والعلماء، يعني لم يكن العلماء بأولياء لله، عندهم فراسة، عندهم بصيرة، عندهم بصيرة. فلابد كما ذكرنا من إحكام المسائل، لا داعي للطيش، لا داعي للانفعال، لابد من ثبات ورسوخ على طاعة الله تبارك وتعالى، بمعنى ما تهتز المعايير ولا الموازين ولا المقاييس. البعض في مواجهة الفتن يميل، خصوصا إذا كان ينتسب لدعوة ولدين، لما يسمى بالمصلحة أو مصلحة الدعوة أو مصلحة الدعوة، وأحيانا يحدث الطيش حتى في تحقيق هذه القضية. كلمة مصلحة ودعوة دي كلمة طيبة جدا، ولكن أحيانا كما ذكرنا يكون المعنى في واد وأنت في واد آخر. حتى عبر البعض وقال مصلحة الدعوة صنم يعبده بعض الدعاة إلى الله، لم يقل صنم يعبده بعض المشركين مثلا، بعض الملاحدة، بعض الزلاه، دخل صنم يعبده بعض الدعاة إلى الله. تجد فعلا لما تتأمل، لا وبعيدا حاول تجريد المسائل حتى تحكم النظر، وإلا فحال المخ يطيش، وإيه حكم كذا، وإيه المسألة الفلانية، وهل هذا صح، وهل هذا خطأ، وهل هذا في مصلحة، وهل هذه في مضرة. لا، حاول ما استطعت كما ذكرنا
ترد لكتاب وسنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. مثال لا يخطئ، هذا هو المثال الذي لا يخطئ. ترد إليه النفس والمجتمع والدنيا بأسرها، اوعى تنسى ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة. فتجد كما ذكرنا لابد من رسوخ في دين الله تبارك وتعالى، وكان هذا هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فأحيانا تجد فعلا مسألة المصالح والمفاسد هذه مسألة قد تغمض، بمعنى أن ما تراه أنت مصلحة يرى الآخر مفسدة، يرى الآخر مفسدة، وخصوصا إذا ما ارتفعت المسألة لأهل العلم. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. مسألة المصالح والمفاسد هذه مسألة فعلا الكلام فيها سهل، من أيسر وأسهل صور الكلام، بمعنى وأنا جالس هكذا وممكن في التكييف وإضاءة جميلة ووسط الطيبين أتكلم وأقول شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ده فعلا الشرع آتى كما يقول ابن القيم وغيره بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ويقولون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قواعد شرعية والتزام أدنى المضرتين بتفويت أعلاهما والتزام أعظم المصلحتين حتى ولو فوت الإنسان أدناهما. ما الذي يصنع ذلك؟ هذه تحت العلماء، بل مسألة ربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل باد. ما الكلام سهل، دي مصلحة الذي مفساد، هذا والله سهل جدا، سهل جدا. بعض المسائل تجد البعض يصفها بأنها مفساد، والبعض الآخر لربما ألف كتابا من 600 صفحة في مصالحه. الله، مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة محيرة في حد ذاتها. وهو أنت إذا تباعدت عن مجالات النصوص صارت المسائل اجتهادات بشرية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ليس العاقل الذي يعلم، أنا ما أتكلم عن حدث بعينه لا أبدا، عمم كل يوم أحداث، كل ده مع التطور العصري الذي نعيشه. انظر كنا منذ عدة سنوات، لا أقول منذ 100 سنة، لا أبدا، منذ عدة سنوات قليل نقول الدنيا، وكان تعبير كله براعة كله استثارة. عندما تقول الدنيا أشبه بقرية صغيرة، وبعد أيام صارت أشبه بحجرة صغيرة، وبعد ذلك لما نقول الدنيا أشبه بجهاز صغير ما تخطئ، بمعنى أني لا أقول في اليوم الواحد، لا أبدا، في الساعة الواحدة. أصلا لو كنت تطالع وتتابع أحداث ده كل ساعة عشرات الأحداث كل ساعة، وبالتالي حاول تتريث، حاول تتمهل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول خيركم المسارع في الأمر، وخصوصا أنت كيف تحيط حتى علما بالمسألة والمسألة هذه ومن الذي فعل كذا، يا ترى يهودي ومساد، يا ترى نصراني، يا ترى مسلم، يا ترى يا ترى، كل ذلك وارد، كل ذلك احتمالات كثيرة جدا، وأنت غبت عن الحادث. ينطلق اللسان إيه تخمينات هي مثلا، وكأنك العالم ببواطن الأمور. حاول تتريس، حاول تتمهل، أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، لكثرة
وفي مدارس تحليلية، ما الذي فعل، لماذا فعل، عقليات فيها نوع من شمولية النظرة، بمعنى أن السطحية خطر كبير جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ده وكأنها مسألة بسيطة ترجع للنصوص، الخير كذا والشر كذا، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين، المسألة تتطلب موازنة، عايزة تقوى لله، عايزة ضوابط شرعية، عايزة إلمام بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية، بمعنى أن السطحية ما تصلح معه، ما تصلح معه. أنتم في زمان يقول ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين، بمعنى إذا كان ولا بد من التزام واحدة من الاثنتين، التزم خير الخيرين. ما والله لو أمكن أن أجمع أنا بين الخير والذي هو أخير من ده، مطلوب دي شمولية نظرة لسعة أفق، ما يختلف على ذلك، لا ده في معارضة، لابد أن أفوت أنا واحدة، هذا أصنع عايز نظر. ما ده زي الصفقات، ما خد المثال بتاع التجارة، لأن إحنا كلنا وكأن عندنا لوثة مادية وبالتالي نتقن المثال ده. الصفقة دي فيها 100 قرش، الصفقة التانية رابحة بس فيها 90 قرش، ولابد أن تختار صفقة من الصفقتين. ده أنت هتنطلق والله، ده لو جبنا رضيع الآن مع اللوثة المادية يقول لك اللي فيها 100 قرش، اللي فيها يترك، تقول له ده فيها 90 قرش الثانية يقول لك ما فيش إشكال، ما لابد أن أترك واحدة، هترك اللي فيها 100 قرش. نفس القضية، نفس القضية في الطاعات والقربات، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وشر الشر. لما هتلتزم خير من الخيرين، والله أنت على خير، ما حتى لو التزمت اللي فيها 90 قرش كويس، أنا هقول لك حرام عليك، لا، كل ما هنالك أن أنت فوتت الصفقة اللي فيها 10 قروش. انظر، وشر الشرين شرين، لابد من التزام واحد منهما، واحدة منهما، فأن تترك شر الشر، الشر الكبير، حتى ولو التزمت الشر الصغير على نفسك، ولابد من التزام شر، لابد من التزام شر. ولذلك كما ذكرنا الكلام سهل يسير جدا في بحر دقائق وثواني تتكلم، ولكن تنزيل المسائل على الواقع عايز رحمة، فقه في دين الله وبصيرة نفاذة، انظر ودعوات صالحات، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مراعاة للسنن الشرعية والسنن الكونية، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. ومن قال في القرآن برأيي فأصاب فقد أخطأ، ما لو كانت المسألة حدثت سن وحتى عضلات فتاكة ونحو ذلك، ده والله أنت لو أصبت الحكم مرة هتخطئه 10 مرات، فلابد من منهجي، لابد من منهجي. والسطحية غاية في الخطر كما ذكرنا، وإلا فأحيانا تفلسف كل المعاصي وكل الذنوب، ما أنت رجل طيب، أنت هو الشيطان ما يأتيك مثلا يقول لك ادخل الخمارة أنت، لا والله لا يمكن، لا يمكن، يقول لك مثلا ازني ولا اسرق، لا دي أنت ورع، كل ده معروف، هيأتيك من الباب الذي تحب. انظر، فقيه في الشر، فقيه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر حتى يتوهم أو يظن أنه يحسن الصنع، أنه يحسن الصنع، فتجد المعاصي والذنوب مفلسفة مبررة. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، فصارت المصلحة كلمة ولبانة على الأفواه، من الممكن أن تجد معها تحليل الحرام، تحريم الحلال، إضاعة للدين جملة وتفصيل، وهو ما زال يتكلم ويقول لك مصلحة الدعوة تقتضي. أبدا
أبدا. تعالى على سبيل المثال الحصر، وإلا الأمثلة أكثر من أن تحصر. الذي حلق لحيته في وقت من الأوقات، لماذا حلق اللحية؟ اسألوا، يقول لك مصلحة الدعوة. صنم يعبد بعض الدعاء إلى الله، مصلحة الدعوة في أن يحلق الكبير والصغير، الكل هيحلقوا اللحية، وإن دي مصلحة الدعوة. مشكلة. طب أنا لما الدنيا كلها أطلقت لحاها تضررت الدعوة؟ رجعنا إلى وراء؟ أبدا أبدا. وقس على ذلك مسائل كثيرة جدا. فمتى كان حلق اللحية مصلحة للدعوة؟ لما يتكلمون مثلا على نقاب ونحو ذلك، ولربما هاجموه أيضا باسم مصلحة الدعوة، عشان ما ننفرش الناس. وتجد في ثنايا الكلام خطورة كبيرة، خطورة كبيرة، وخصوصا لو الإنسان عنده نزعة الغلو في التكفير، أو وقف ينصب من نفسه ده كافر وده مسلم. خذ وفلسف وعبر، يقول لك ده بيستهزأ بالنقاب وبطريقة بما أن إيزم، ده بيستخف باللحية. طب إيه شأن من استخف بشعيرة من شعائر الإسلام؟ ده زي الحوارات مع غلاة التكفير، حوارات طريفة جدا، حوارات طريفة جدا. واحدة واحدة، إيه شأن من لم يحكم بما أنزل؟ تقول له كفر. طب الراضي بالكفر؟ كفر. وتبص تلاقيك بتنساق مع بلا وعي بلا روية في تكفير البشر، كل البشر، كل البشر. واحدة واحدة، خطوة 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 خطوة، عايزة بصيرة، عايزة بصيرة. فنفس القضية، نفس القضية. صار البعض لسانه ديمقراطي بيتكلم بالدولة المدنية، لا يتكلم بشرع ولا يذكر كلمة الإسلام. ومن عجيب الأمر أنه في النهاية هقول لك مصلحة الدعوة، طب استخدم تعبير آخر، لا داعي للتقنين، لا داعي لتأصيل المخالفات. قد أخدع أنا، هب أنني جاهل أو غير، وأنت تقول لي مصلحة الدعوة، وأنا قد يلتبس علي الأمر، قد أصدقك والله، قد أسير خلفك، قد أنادي بما تنادي به، وأترك المطالبة بتطبيق شرع الله. ولأن لو بل أحيانا المنابزة والعداء هتجد، ما هو ده أصل، أنتم مش واعيين إزاي بنصل لمرحلة إنك تحب من أبغض الله وتبغض من أحب الله. يتبدل مفهوم الولاء والبراء في حسك ببساطة جديدة. ما هو هاب إن خذ على سبيل المثال، ولا في الأمثلة كما ذكرت. ولذلك أقول لكم انسوا الأحداث، انسى الفتن، انسى حتى المثال الفلاني، وإلا ده الحياة كله أمثلة، ده كل يوم عشرات. هات اللحية فقط، اللحية هذه ماذا تعتقد أنت فيها؟ ما الذي قرأته بشأنها؟ إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطلقوا اللحى، وفوا أوفوا أرخوا. أحيانا البعض ينظر لها على أنها سمة تزمت، تشدد، تطرف، إن دي ناس متخلفة. النظرة هذه جعلته يبغض من كان يجب عليه أن يحبه، أن يوليه. ليه؟ لأن ده إنسان على شرح، على دي، على دي. بل حتى العلماء يقولوا ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. ده إنسان أطلق لحيته استنانا بسنة النبي، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة عظيمة الطول، كانت قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، لم يؤثر أنه لا أغلى من طولها ولا من عرضها. فما الواجب علي؟ أن أحب هذا الإنسان لاستناني بالسنة. تجد البعض عندما يتهكم باللحية سيحب من الطيور على شاكلتها تقع، سيبغضك أنت، تحتار، لماذا تبغضني؟ ما الذي فعلته أنا؟ ضبطني مثلا متلبسا في خمارة، في مرقص، أسرق، أزني، أغش، أرتش؟ أبدا أبدا. أنت هتبغضني أنا لكوني بأصلي وأصوم وأطلق لحية وأقول ربي الله
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الذي استوجب عداوتي. مشكلة. تحب من؟ هيحب مثلا الإنسان منحل، يقول لك تحرري تنويري، انظر والتعبيرات والمصطلحات الوافدة المستوردة، ده اللي انت هتحبه، ده اللي انت هتواليه، هتواليه على اي شيء وتبغضني على اي شيء. فتنظر في النهاية تجد ان مصلحة الدعوة فعلا ممكن تكون صنم بيعبده بعض الدعاء. عايز ضبط، عايز ضبط. اللي صار بيتكلم بالديمقراطية، لو سألته لما فعلت ذلك يقول لك مصلحة الدعوة. أي دعوة دي؟ دي أنت بتخدم أي دعوة؟ ده الديمقراطية دين عند أهلها، وثن يعبد من دون. أنا لا أغير جلدي، أنا لا أغير جلدي، والله لو كنت أنا مضطر. وهذه مسائل كثيرا ما تعترضنا، إن نوضع في مواقف وكأني مضطر. صحيح ربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن العزيمة في مقام إظهار الدين والثبات عليه أفضل من بقاء طوابير طويلة تعطي الطغاة والطواغيت ما يطلبون، تغير أو تبدل، تحل الحرام وتحرم الحلال وتبيع دينها بثمن بخس حتى لو كانت مضطرة. ما قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بس حتجد إن موقف الرجل الذي ثبت أمام مسيلمة وقال له لما استكرا على أن يقول عنه نبي قال لا أسمع ولا أتكلم، أخذه فقتل أفضل إلى ربي شهيد. هذا أعلى المقامات، أعلى المقامات. وأنت قد تترخص صحيح، ولكن المسألة تتطلب نظرا. ما صاحب ياسين، صاحب ياسين أتى من أقصى المدينة يسعى، ما كان يسعه إن هو يسكت. والله ده السكوت أفضل بكثير من أن تتكلم بكلمة مبطلة تزيف بها الحق والحقيقة، خطر كبير جدا. والبعض أحيانا ينشد سلامة وعافية، نقول في الجملة والله السلامة مطلوبة، العافية سأل الله العافية، فإن أفضل ما يؤتاه العبد العافية واليقين. ولكن لا تنسى إن العافية ليست قاصرة على البدن، لا، ده النفس إلى موت والمال إلى فوت. عافية القلوب، عافية الأرواح، إن أنت تثبت على طاعة الله لا تغير ولا تبدل حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات، تنطق بكلمة الحق حتى وإن كانت مرة، حتى قد تقول لا أستطيع. أسكت، أسكت ولا تزيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر، إما أن أتكلم بخير وإما أن ألتزم الصمت، وإما الناس، كل الناس يطالبون بديمقراطية ودولة مدنية وكذا وبعد عن الدين. ما دي مصائب، أحيانا الفتنة تجعل الكل وكأنه وجد ضالته المنشود. ابعدوا عن الدين، ابعدوا عن الدين. كيف تقول حتضيع الدنيا والدين؟ أنت حتضيع الدنيا والآخرة. أثبت على طاعة الله. فلان وافق، فلان خالف، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تثبت وتطلب عافية القلوب والأرواح، العافية الحقيقية غدا، غدا فريق في الجنة وفريق في السعير، وإلا فما قيمة الترهل في الأكل والشرب والملذات وعافية متوهمة. ولكن بعت دينك أنت بثمن بخس. وليت مثل الكفر على كفرهم، غيرت في مفهوم الولاء والبراء، صار الحب لغير الله والبغض لغير الله تبارك وتعالى. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. فأحيانا مصلحة الدعوة تعبير، يقال لصاحبه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإلا فالخوارج في يوم من الأيام وكأنهم اعترضوا على علي بن أبي طالب بمثل قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال حق،
أريد به باطل، أريد به مصلحة الدعوة، كلمة على العين والرأس، ولكن ما الذي يحققها؟ كيف تتحقق؟ بمصادمة النصوص، تحل الحرام، تحلم الحلال، تغير وتبدل أنت في دين الله وتقول مصلحة، أنت ما فعلت إلا المفسدة، مفسدة تضر البلاد والعباد، تضر، ولا داعي لأن تكون أحشى البصيرة. وإلا حتى لا أقول الحدث والفتنة، لا، هذا الحياة كله بمثابة لحظات وتنتهي، وغدا ينكشف الغطاء وتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وهذه هي المسألة الأولى.